القصة كلها عبارة عن ايه؟ كانبان اللي هو الكورد اللي الناس ماسكاه في ايديها ده، تمام؟ الكورد ده بيمثل حاجة انا عايزة، بيمثل فاليو، يعني بيمثل فيتشر. مثلا الكورد ده هيبقى مكتوب عليه لوجن، الكورد ده هيبقى مكتوب عليه سيرش، whatever، تمام؟ انا عايزة احرك التاسك ده من ان هو موجود في الباك لوج، سي ان هو الكولوم بتاع ستوريز ده او التو دو، لان هو يروح دان. انا الفوكس بتاعي على ايه؟ على الكورد. انا اهم حاجة عندي الفلو بتاع الكورد، الكورد ده هو المية في المواسير، تمام؟ فنبدأ ان احنا نشوف الكورد ده ايه الفاليو ستريم بتاعه. هنا عندنا الدنيا ببساطة شديدة، ان هو هيبقى متحضر في ستوريز، محطوط في الباك لوج، يبدأ يتنقل للتو دو، يعني مثلا دخل الشغل بتاع التيم، ان بروجريس ده ان ديفلوبمنت مثلا، تيستينج دن دن، ده اللي هي ديبلوي، تمام؟ فده الدنيا ببساطة. بقى عندنا كانبان بورد، يلا نمانج الفلو عليها عشان الحاجة توصل دن. بس يا ريت الدنيا كانت بالبساطة دي. نبدأ بقى نشوف خطوة خطوة من دول هتتعمل ازاي. كانبان فيه ميزة لطيفة جدا، ان هو مش بيقول لك انت رولز كتيرة او انت تبدأ ازاي، او مش بياخد وقت طويل، او مش بياخد مجهود كبير من الناس ان هو ان هي تبدأ. فاول principle في كانبان هيقول لك start with what you do now. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ الفلو بتاعك عامل ازاي؟ تعال نبدأ بيه. بس اهم حاجة نبدأ نفيجواليز اصلا الفلو ده، لان ساعات كتير بيبقى عندنا تيمز شغالة هم عارفين شوية حاجات كده وشوية حاجات بتوه في النص محدش عارفها، او واحد بس هو اللي بيعرفها والباقيين لسه جداد فمش عارفين هي تتعمل ازاي. فالتيم يعني بيقوم عامل ايه؟ خلص التاسك بتاعته وخلاص، خلص التاسك بتاعتي واقول ان انا خلصتها واسكت، انا مش عارف هي تروح فين بعد كده، مش عارف الفاليو ستريم، تمام؟ فدي اول حاجه. احنا هنبدا باللي احنا بنعمله دلوقتي، بس تعالى اول حاجه نشوف ايه اصلا احنا بنعمله دلوقتي ده. بس واحنا بنبدا بنبقى عارفين كويس ان احنا اللي بنعمله دلوقتي ده مش احسن حاجه، والا ما كناش هنبقى محتاجين للتغيير اصلا. فبنأجري ان احنا بنمبروف كل شويه، ان احنا كل اسبوعين او كل اسبوع او اي كان الفتره بنشوف هنمبروف البروسيس بتاعتنا دي ازاي. بنبدا كمان بالرولز والريسبونسبيلتيز موجوده ومحطوطه زي ما هي عشان يفضل الشغل ماشي زي ما هو. يعني لو عندنا حد زي التيم ليدر مثلا، احنا عارفين ان هو باتل ناك وعارفين ان هو بيعمل حاجات كتير، ابدا بيها كده. ومع الامبروفمنت هنبدا ان احنا نفك البوتل نيك دي ونبدا ان احنا نريزولف الحته اللي فيها مشكله. بس عشان اعمل كده انا بحترم الرولز والريسبونسبيلتيز الموجوده، بس انا عشان ابدا ان انا افك البوتل نيكس والكلام ده محتاج اعمل ايه؟ محتاج امباور الناس اكتر، انكورج اكت اوف ليدرشيب على كل الناس، ادي للناس امباورمنت. يعني مثلا لو انا عندي واحد بس هو اللي بيديبلوي، فدي تتحل بالاوتوميشن، خلاص هنعمل سي اي سي دي والديبلويمنت يبقى اوتوميتد وخلصنا. طب الكود ريفيو، ممكن يبقى عندي اثنين ثلاثه من التيم كيبابل ويقدروا ان هم يعملوا كود ريفيو حتى لو مش بشكل 100%، بس بشكل 70 80%، ونقدر ان احنا نعمل بير ريفيو بدل ما هو ريفيو من التيم ليدر، يبقى اكتر من حد بيرفيو على بعض عشان نبدا ان احنا نفك البوتل نيك، وفي نفس الوقت بنامباور الناس اكتر. ممكن احنا نعمل بير بروجرامنج فما بقاش الكود ريفيو بوتل نيك عند الناس قوي، ممكن نتفق على الستاندردز بتاعتنا في الشغل ونتفق على الستاندردز بتاعتنا في الكود علشان برضو الكود ريفيو ما تبقاش تاسك كبيره، فما بقاش ان انا بعامل الناس على ان انا لازم ريفيو عليهم، لا بالعكس انا هحاول اخلي الموضوع مور اوف شيرنج اكسبيرينس اكتر منه ان انا بريفيو، علشان انا عارف ان الناس هتعمل حاجات فيها اخطاء، فانا كده ببدا امباور الناس. ده بيحصل فجأة ما بيحصلش فجأة، عشان كده احنا متفقين ان احنا بنimprove continuously، تمام؟ طيب هنظبط القصة دي ازاي؟ تعالوا نشوف. نبدأ زي ما قلت لكم، احنا بنبدأ باللي احنا بنعمله دلوقتي. طب ايه هو؟ انا محتاجة افيجواليز الورك فلو بتاعي، محتاجة اجيب بورد وارسم الستبس اللي انا بعملها من اول ما التاسك بتبدأ تدو لحد ما بتبقى فاليو، لحد ما بتنزل مثلا production، تمام؟ طيب زي ما اتفقنا في كونسبت تاني مهم قوي محتاجين ان احنا نطبقه. انا عايزه اركز على الفاليو ستريم، فعايزه اتاكد ان الفلو يقدر يمشي في الفاليو ستريم. فحسيت ورك ان بروجريس ليميت، حسيت انا اقدر اشتغل ايه الكاباسيتي بتاعتي، اقدر اشتغل على ايه دلوقتي، وبس ده اللي هشتغل عليه. هنشوف الكلام ده بالتفاصيل دلوقتي. فدي مثلا
الورك فلو بتاع تيم عندهم بيبدا باكلوج بعدين ان بروجرس اللي هو الديفلوبمنت وبعدين بير ريفيو. هنا عملوا التيم ده بدأ ان هو بيعمل بير ريفيو او دي الستيت بتاعتهم دلوقتي وبعدين يحطوها في التستنج وبعدين تبقى دان. وعاملين هنا هم لقوا ان محتاجين حاجه للبلوك ده عشان تبقى شيء متشافه ان دي مش واقفه في نص الفلو، لا دي هي خرجت بره الفلو ومحتاجه اكشن خارج التيم بتاعنا او محتاجه اكشن مثلا من يعني من بره او كده. تمام. وهنا مثلا لقوا ان كمان في حاجه اسمها فاست تراك للديفكتس، ان انت لو عندك برودكشن باج فبتدخل في تراك بتعدي البورد دي. تمام. دي at a point كانت كانبان بورد اوف ا تيم، ده الشغل اللي هم بيعملوه. طب بداوا بيه كده؟ انا ما اعتقدش، انا اعتقد ان هم كانوا بادئين ببورد زي دي. واحده اعتقد ان هم كانوا بادئين ببورد زي دي ومع الكونتينوس امبروفمنت بدات البورد بتاعتهم تتطور ويلاقوا نفسهم غيروها سوري لكده. تمام. طيب ايه الكيسز بقى اللي ممكن تبقى حاصله مع التيم يلاقوا نفسهم عملوا كده؟ ان هو مثلا في الاول لقوا ان الكواليتي ما كانتش كويسه قوي فقرروا ان هم يعملوا كود ريفيو. بعد ما عملوا كود ريفيو شويه لقوا ان هم ستيل بقى عندنا بوتل نيك في التيم ليدر او في الشخص اللي بيعمل كود ريفيو، فقرروا ان هي تبقى بير ريفيو. تمام. فدي ده على فكره دي حكايه طبيعيه جدا وحكايه حقيقيه جدا يعني بتحصل مع تيمز كتير. تمام. فده تيم قدر ان هو يشتغل على البورد بتاعته ويطورها كل شويه. لقوا نفسهم في الاول كانوا يعملوا كود ريفيو بعد التست، لقوا نفسهم لا لازم يعملوه قبل التست عشان حاجه تنزل للتستنج كويسه. حلو. لما نيجي للورك ان بروجرس مثلا لقوا ان الحاجات البلوكت بتبقى واقفه وعملنا لهم بلوكينج والفلو بتاعهم مش ماشي فقرروا ان يطلعوها في بورد لوحدها. لقوا ان ساعات بيجي لهم تاسك محتاجين يعملوا لها تراك فاست تراك لوحده زي مثلا برودكشن باج او حاجه. فده مش بس دي ورك فلو فيجوالايزد، لا ده ورك فلو يعني بيتنمى وبيكبر وبيتصلح مع الوقت. تمام. طيب نيجي بقى نشوف ايه موضوع الورك ان بروجريس ليميت ده. ده حقيقي كونسبت يعني الناس كلها بتشوفه كونسبت غلس والناس دايما بتيجي تطبق كامبن بتلاقي لا بص انا يعني انا هعمل بورد وخلاص. لا الموضوع مش كده، انت لازم تطبق الورك ان بروجريس ليميت. طب ايه هو؟ في المثال اللي هنا قدامنا ده انا ما اقدرش اشتغل غير على 3 تاسكات ديفلوبمنت ان بارلل او 3 ستوريز ديفلوبمنت ان بارلل. طيب ليه؟ عشان الكباسيتي بتاعتنا كده، عشان لو ما عملناش كده هنبقى فتحنا في حاجات كتير ومش بنقفل حاجه. عشان نقدر ننفورس ونقدر ان احنا نجبر الناس والتيم والمانجمنت وكل حاجه على ان احنا نشتغل بشكل بول، ان انا لما الحاجه تروح دون اقدر اسحب بعدها، انما طول ما الحاجه ما راحتش دون هي واقفه عندي في البورد فانا مش قادر اسحب من الباك لوج. لان انا لو قلت لي ان انت مش هتقدر تشتغل غير على 3 بس in parallel، لو قلت لي ان انت مش هتقدر تشتغل غير على one task بس testing، انا عندي تستر واحد فهو بيشتغل على تاسك واحده بس او على فيتشر واحده بس، يبقى خلاص يبقى اشوف غيرها. تمام. لو ما عملتش كده هتبقى الكيس ان انا بعمل ايه؟ بفتح في حاجات كتير قوي ما بقفلش ولا حاجه منهم، مفيش حاجه بتروح للدن، فمش هبقى بشتغل بول ولا هبقى بحقق فاري. تمام. عشان كده انا شرحت اللين كونسبتس في الاول. من غير اللين كونسبتس انت مش شايف اهميه الورك ان بروجريس ليميت، فغالبا الناس مش هتنفذه، فغالبا هيبقوا بس يعني اخدوا فاليو ان هم بقى عندهم شويه ترانسبيرنسي وعملوا كانبان بورد وبقى كل واحد عارف ايه اللي المفروض يحصل. مساء الخير منى، انا بعد اذنك كان عندي سؤال في الجزئيه دي. هو احنا الويب ليميت للتيم ولا للممبر في التيم؟ بص انا الحقيقه شفت الاثنين. اوكي. في بعض الناس بتطبقه كده وبعض الناس بتطبقه كده. لو انت عندك تيم از ريلي كروس فانكشنال وكل الناس عندك مثلا مجموعه من الفول ستاك ديفلوبرز اللي بيعملوا يونت تيست هتلاقي انها مش فارقه كتير، فهتاخد الويب ليميت على الناس كلها. اوكي.
تمام. لو انت عندك تيم مش كده وعندك التستنج، يعني عندك تستر واحد على 3 ديفلوبرز، واضح مثلا البورد اللي قدامنا دي هتستر واحد على 3 ديفلوبرز صح؟ حلو. فساعتها ممكن يبقى عندك القصه بتاعت ان انت الويب ليميت بتاعك محتاجه على كل ممبر في التيم. بس مين وايل انا بقول لك الحته دي، احنا بنبدا باللي احنا بنعمله دلوقتي ونبدا نطور. فانت ممكن دلوقتي عندك تستر واحد على 3 ديفلوبرز، بس مع الوقت تلاقي ان انت بدات تجبر الديفلوبرز ان هم يدخلوا يتستوا ويساعدوا التستر، علشان مش تجبرهم يعني تتغلس عليهم، بس بدات الوضع نفسه لما نحترم الويب ليميت بتاعنا هتلاقي ان الوضع نفسه ان احنا مش عارفين نفتح في ديفلوبمنت تاسك جديده غير لما التستر يخلص. طب لو التستر عطلان ندخل نساعده صح؟ فمع الوقت لو الديفلوبرز اللي عندك اكوايرد السكيلز الكفايه ان هم يقدروا يدخلوا يساعدوا التستر ويخلصوا معاه، فممكن تلاقي ان انت الويب ليميت بتاع التست بتاعك بيعلى، لان يعني ما بقاش واحد بيتست، بقى اكتر من واحد مثلا. تمام. فهي تيم باي تيم، كيس باي كيس. وممكن انت اوريدي اصلا بيتغير الويب ليميت ده مع الوقت، يعني انت ممكن يتغير معاك مع الوقت كتير. في حاجات مثلا لو احنا عندنا حاجه بنعملها هي بتاخد مننا وقت كتير زي الديبلويمنت مثلا، اوكي. طب لو دي وبعدين عملنا لها اوتوميشن نبدا مع بعضه لاول مره، فانا احدد الويب ليميت ازاي اصلا بتاعته؟ وتبدا تحدد على اساس الكاباسيتي بتاعتهم. يعني اكيد عندك، بيبقى عندك هيستوري اصلا الناس دي شغاله مع بعض، ولا ما عندكش هيستوري خالص؟ ما عنديش لسه فريش تيم. فريش تيم، حدد يعني حاجه تبقى لوجيكال بالنسبه لك، يعني اللي هو ابسط حاجه ان انت لو عندك ثلاثه فكل واحد هيشتغل على تاسك اوكي مثلا يعني. وبعدين ابدا ميجر، قيس بقى شوف الدنيا دي ماشيه تمام ولا لا ويطور فيها. اوكي تمام تمام. اوكي. اعتقد يعني ممكن يبقى فيها بست براكتسز بقى على حسب التيم، على حسب التاسك عامله ازاي، على حسب المشروع. بس انت ممكن مع الوقت يعني كده ولا كده، هو الكونسبت نفسه ان انت بامبروف كونتينيوسلي. يعني اللي هو حتى لو ما عرفتش تلاقي بس براكتس لايق على الحته بتاعتك بالظبط، هتلاقي نفسك هتوصل له في الاخر يعني، بس بعد مثلا شهر شغل او حاجه. فاهم قصدك. تمام. اوكي شكرا ليك. فنرجع تاني، فكره احترام الويب ليميت مهم جدا، علشان هو اللي بيدرايف اولا ان انت بيبان لك ان انت عندك مشكله، وبيدرايف الكونتينوس امبروفمنت، وبيدرايف ان انت دايما تبقى بتمانج الفلو. يعني انا لو عندي تاسك بلوكد وانا مش عارف هي بلوكد ليه، وسايبها بلوكد وسط الشغل ده، وعمال احط على الناس تاسكات جديده تاسكات جديده، وانا مش عارف هي فين المشكله، فهنا انا هبدا ان انا الاقي نفسي ما بطلعش فاليو. انا عمال بس احط في تاسكس، والتاسكس دي ممكن تكون كلها بتحط في حته بلوكد عندها على حاجه بره التيم مثلا، واحنا مش بنحلها. فانا لو ما عنديش ويب ليميت ومش باين لي ايه ده، لا دي ما خلصتش وما اتحركتش للفلو اللي بعدها، مش هعرف اديتكت مشاكلي، ومش هعرف اشوف انا ليه ما بخل يعني الدنيا مش ماشيه عندي ليه، عندي مشكله في البايب لاين بتاعي، عندي مشكله في الماسوره ومش عارفه هي ايه اللي هيحصل فيها، لحد ما الاقيها بتفرقع من الناحيه الثانيه، يعني بيحصل بقى مشكله بقى تتسد خالص. تمام. او مش هبقى عارفه انا الكاباسيتي بتاعتي هتبقى عامله ازاي، فمش يعني انا لو عندي مثلا تستر واحد وانا عماله الناس بتديفلوب في تاسكس تحطها على جنب، بتديفلوب في تاسكس تحطها على جنب، انا مش عارفه ان انا عندي هنا بوتلنك. ممكن اكون حلها بان انا محتاجه اعين حد تاني بس انا مش شايفه. فاحترام الويب ليميت مش بس بيفرق في ان الفلو بيمشي صح، لا بيفرق كمان في الكونتينوس امبروفمنت بشكل كبير قوي. الاكزامبل ده لطيف فيه ان هو بس موريك هو احنا الفلو بتاعي واقف فين بالظبط، انا محتاج اعمل ايه علشان ان انا اقدر ان انا احرك حاجه تانية للبروجرس. هو هنا الفلو ده بسيط، ما في مش معقد زي اللي فات، بس الفكره هنا ان انا لما بصيت لقيت ان انا عندي هو ثلاثه واقفين في الويتنج، فانا اقدر ان انا احرك تاسك اللي هي 8 6 5 دي من الويتنج للوركينج عشان ابدا اشد هنا، وبس هيبقى عندي هنا لازم اخلص حاجات من الوركينج عشان يبدا الفلو يبقى ماشي. فانت اول ما بصيت عرفت انت الدنيا واقفه عندك فين ومحتاجه تتحرك فين، وبدات ان انت تشتغل عليها. عشان كده نيجي نرجع تاني ونقول لما بيبقى التيم يقدر يشتغل على حاجات كتير ويقدر يعمل حاجات كتير مع بعض، ده بيسهل ان انا احرك التاسكات من حته لحته، وان اي حد يقدر يدخل يساعد في اي نقطه. تمام. طيب نرجع تاني نكمل البراكسس. احنا اتكلمنا على اصعب اتنين، او يعني الاتنين اللي محتاجين
mindset shift شوية، الباقي focus on the flow زي ما اتكلمنا قبل كده. انت عندك بورد واضحة فيها الفاليو ستريم بتاعك، تمام. تعال نشوف بقى الباتل نكس في الفاليو ستريم ده فين. وهنا تعالى حل الباتل نكس من الاخر، ايه اللي منعك ان انت تبقى دن؟ دايما بشوف التيمز، انا بدي مثال بتاع الديبلويمنت ده عشان هو حقيقي جدا، ودايما بشوف التيمز عندها مشاكل في الحته دي. مشاكل زي ايه؟ زي ان واحد بس بيعمل ديبلويمنت مش اوتوميتد، مشاكل زي ان الكود مرتبط ببعضه، انا عشان ارفع ده محتاج ارفع حاجات كتير معايا، طب والحاجات الكتير دي لا مش جاهزه، فانا هنا عشان مفتح في تاسكات كتير مش هقفل حاجه، فانا حتى اللي خلص مش عارف ارفعه. انا عندي بوتل نيك في الحته دي عنيفه يعني. ممكن تبقى حاجه تانية ان احنا مثلا عندنا سبت الديبلويمنت، عندنا بوتل نيك في التستنج، عشان معظم الناس بلاقي ان هم عندهم مثلا تيسترز اقل من العدد، يعني اقل من الكاباسيتي اللي مطلوبه للتيم. ولما تسال طب هو يا جماعه احنا محتاجين تيستر كمان، يقولوا لي لا ده هم احنا كده كفايه، ده هو ساعات كتير بيبقى قاعد ايدل. لما تدخل بقى في الشغل الحقيقي تكتشف ان هو لا كده مش كفايه، يعني لو عندي 9 ديفلوبرز و1 تيستر اكيد مش كفايه، احنا بنتكلم في 4-5 بالكتير يعني. وتلاقي ان هو طب قاعد ايدل ليه؟ عشان احنا اصلا الفلو بتاعنا مش مانج صح. الناس لما بتبدا في حاجه بيكون هو بيسلموه حاجه متاخر وبيسلموه الحاجه مش جاهزه، فبيقعد ايدل كتير عشان بيستلم الحاجه متاخر مبدئيا، وبعدين بيقعد ايدل كتير لانه بيسلموه الحاجه مش شغاله، فعلى ما يرجعوا يشغلوها تاني هو بيبقى ايدل، او بيروح يشتغل بقى على حاجه تانية بره. فمحتاجين نفوكس اون ذا فلو علشان نبقى الدنيا ماشيه تمام، مش رايح وجاي. احنا قبل ما بنشتغل وبيبقى طالع يعني طالع عنا وتعبانين وفي تنشن كتير في الشغل، بس في الاخر الفلو واقف زي اللي بيجري في مكانه. انما لما تفوكس على الفلو بتاع ايه ده احنا التاسك واقف عند الديبلويمنت ما بتطلعش، طب تعالى نحل مشاكل الديبلويمنت دي، هتنفست شويه، ممكن تنفست اسبوع او 3-4 ايام او whatever، بتحل مشكله وتلاقي الفلو شد معاك، الدنيا بتمشي سموث. نيجي للبوتل نيك اللي بعده، ايه ده احنا محتاجين مثلا تستر كمان، ننفست شويه في ان احنا نطلع الحاجه بكواليتي احسن، فاكرين الكونسبت بتاع بيلد كواليتي ان، ننفست شويه في ان احنا نطلع الحاجه بكواليتي احسن فالحاجه ما تبقاش راحه جايه كتير بينا وبين التستر. ننفست شويه في ان احنا نجيب تستر كمان لما لقينا فعلا لا ده انا لما ظبطت الفلو طلع الراجل ده ما عندوش كاباسيتي خالص، لا ده احنا محتاجين حد كمان معاه. تنفست شويه ان انت تجيب حد وبعد ما التاني يجي ويجوين تلاقي الفلو بيتفك وبيمشي تمام وهكذا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اه اتفضل. انا بس انا فهمت ان احنا التيم المفروض كله يعني من الافضل ان هو يكون كروس فانكشنال وكله بيعرف يعمل كل حاجه. طيب عملا بهذا الكونسبت، لو انا مثلا المفروض ان احنا خدنا ستوري والبي او مثلا شرحها وبناء عليه بدات تدخل في الفلو بتاعنا طيب ومثلا ما اصين عليها ديفلوب، فالديفلوبر ده اشتغل واصينت عليها تيستر وخلاص كده، ده كده دول الوكيتد على الستوري دي تمام. المفروض ان انا هي دلوقتي ماشيه في ستريم. سؤالي ليكي بقى، ما ما المفروض لو انا عندي ديفلوبر تاني وتستر تاني هشرح له ستوري تاني ولا واسيب دي ماشيه في ستريم ودي ماشيه في ستريم، ولا كلهم لازم يكونوا فاهمين الكونسبت بتاع الستوري الاولانيه عشان يدخلوا يساعدوا الاثنين الاولانيين ان احنا نطلع بالجديده؟ لان دي مشكله انا بصراحه انا بواجهها وانا بشتغل كامبل، دايما بيبقى عندي مشكله في الاون والاوف، ان انا دلوقتي عندي اثنين ديفلوبر واثنين تيستر، خلاص اساينت ستوري على دي على اثنين هنا واثنين هنا، ده خلص وده لسه شغال، فبروح جاي موقف الراجل الثاني ده اقول له لا تعالى في ستوري كده بما ان انت راجل هتبقى ايدل فخد ستوري ثانيه. فسؤالي ليكي الافضل ايه؟ ان كله يبقى عارف الفانكشن الجديده او الستوري الجديده وكده هبقى بضطر ان انا اوقف الشغل لغايه لما البي او يشرح لنا الكونسبت بتاعه ويرجعوا يشتغلوا تاني، فكده هبقى بعمل اون واف، ولا اخلي كل واحد ماشي في الستريم وممكن اوصل برده للسيتويشن اللي انا بفيسه حاليا ان احنا برده مفيش حاجه بتخلص، بنبقى فتعرف اكتر من حاجه مش حاجه بتخلص. بس ثانيه، هو ليه مفيش حاجه بتخلص؟ يعني لو انت كلنا شغالين مع بعض في نفس الحاجه، يعني كلنا في حاجات كتيره جدا شغاله مع بعض، وونس ان احنا خلاص كده كلنا دلوقتي كده اوبتمايز. طيب في حد خلص والتاني ما خلصش، يعني في ديفلوبر وتستر خلصوا
والديفلوبر والتستر الثاني لسه ما خلصوش، فبالتالي عشان خاطر احافظ على الاوبتمايزيشن بجيب الديفلوبر والتستر اللي خلصوا ده واشرح لهم ستوري جديده. الحاجه دي ما بيبقى عامل ازاي الايه يعني الستوري دي بتاخد منكم قد ايه شغل؟ لو بتكلم بلاننج وايز يعني الطبيعي لما تبقى الستوري مثلا بتاخد ديفلوبمنت يومين، التستنج يوم، وممكن يوم فور برودكشن. ده انا بكلمك في افريج يعني. ده الافريج بتاعه مش حاجه كبيره قوي يعني. لا ما اعتقدش ان الحاجه ممكن تبقى اكبر من كده. طيب بص، هو هنا انا اقول لك على حاجه، انت لو انت عايز الاوبتمايزيشن ان انت تخلي الناس اللي خلص شغله هيروح ياخد تاسك تانية فالبرودكت اونر يشرحها فيبدا ان هو يمشي بيها، ده لطيف جدا، بس ده ممكن مع اللونج تير يخلي الناس مش عارفه تبدل مع بعض. انا لو عندي واحد عطر التاني ده مش فاهم اي حاجه في اللي هو عمله فما يعرفش يدخل معاه. تمام، دي تتحل باكتر من طريقه غير ان هو بس ان انت تسيبه وتخليه ايه ده لا وقف ايدك وتعالى نشرح. ممكن نضبط هنا مثلا براكتس ان احنا هيبقى عندنا يوم في الاسبوع هنشرح فيه كل حاجه لكل الناس. بس انا كده متهيألي رحت شويه للسكرام ده كايند اوف. ما انا بقول لك بص ايه، مش هيبقى سبرنت يعني، مش بيورلي سبرنت بلاننج. ما انا بقول لك انت ممكن تاخد حاجه شبه سكرام، مفيش مشكله، ما حدش هيقول لك ما تعملش كده. تمام، لو ده هيوبتمايز معاك يعني، ما بدل ما انا برضو ببالانس بين ان انا ما اعملش تاسك سويتشنج للراجل اللي شغال، وبين ان انا ما اعملش بتاع ده، ما يبقاش عندي يعني الناس، ما عملش كرييشن نوليدج بين الناس كلها. في كيسز لو احنا شغالين في برودكت واحنا فاهمين احنا بنعمل ايه وبقالنا كتير شغالين فيه، ممكن اقول لك لا ما تعملش كده. هقول لك بص، هي الناس كلها اوريدي فاهمه الكور سنس بتاع البرودكت، فممكن يقدروا ان هم بالكود ريفيو او ان هم يشتغلوا بير بروجرامنج في حته معينه ان انت تقدر تكريت النوليدج دي. دي طريقه، بس انا شايفاها في كيس احنا لازم فاهمين بزنس كويس. فلما اقول لك اه ده انا هنزود الحته، يعني انا عامله بزنس كامل واقول لك اه ده انا هزود الفيتشر دي في الحته دي، فانت تقدر تلقط بقى الباك جراوند. مش بعمل برودكت جديد مثلا او بعمل حاجه جديده فروم سكراتش. لو بعمل حاجه فروم سكراتش عندك الحل اللي انت بتقوله، اوقفه واقول له تعالى افهم دي. انا مش بفضل ده قوي عشان هو في الاخر ممكن ما يعني ما بقاش محتاج هذا الكم. ممكن ان انت الحل بتاع ان احنا نعمل حاجه شبه سكرام، ان احنا نقف في الاول يعني يبقى كل اسبوع عندنا عارفين هنعمل ايه، فبحيث ان انا ابقى قادر مانج فلو وتخيل فلو ماشي ازاي. ممكن حل تالت ان انت كاري في النولج مش قبل، تخليها بعد، يعني ان انت تيجي في وقت اخر بعد ما نسلم مثلا مجموعه من الحاجات نقول له يا جماعه عندنا كذا 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 وادي الكود بتاعها واحنا عملنا كذا ورحنا هنا، فتبقى سورت اوف كرييتنج نولج مش بس علشان الناس، عشان ما تقعش في ان انت لونج تيرم. تمام، انت بقى اختار الانسب ليك يعني. انا ما أيوة مش هقدر اقول لك اي حاجه، دول ثلاث حلول تقدر تجربهم الثلاثه، تقدر تشوف انت الاميل ان انت تعمل ايه وتعمله. تمام بص اقول لك على حاجه، انت ممكن تعمل حاجه لطيفه قوي، انت ممكن تمشي بالفلو اللي هو العادي ان انت لا البرودكت اونر هيشرح لواحد واحد لما يبقى هو ايد، ولما تبدا تحس ان انت مش عارفه تبدل مع بعض ابدا انتروديوس براكتس جديد. هو ده فعلا اللي انت بتقولي ده اوريدي اللي حاصل، بس ده بيوديني بقى في الكونسبت اللي انت كنت بتقولي عليه من الاول. اعتقد هو الكونسبت الكبير بتاع كامبان، فكره ان احنا المفروض ان احنا نبقى بنساعد عشان نزق عشان نطلع. فانا لما بشرح لكل واحد لوحده بقى في تريب بفكره لا ده انا يعني طب خش ساعد بقى عشان خاطر الستوري واقفه، لا ما هو انا ما اعرفش حاجه اساعد اعمل ايه بالظبط كده، فبضطر اعمل هاند اوفر. فاعتقد ان في كلا الحالتين هيوصلني لفكره الاون والاوف اللي انا محتاج ان انا ادي كايند اوف جنرال نوليدج عن الكونسبت، يا اما بقى بدل ما هبقى بعمله في وسط الستوري هبقى بعمله في البدايه. يعني ده انا ميال للحل الثاني اللي انت كنت بتقوليه، ساعه في الاسبوع مثلا او ساعتين في الاسبوع بالزبط. ومش لازم كل التفاصيل يعني. اقول لك على حاجه، في سكرام هقول لك لا كل الناس لازم تبقى فاهمه كل التفاصيل عشان اي حد مش عارفين مين هشيل الستوري. تمام، تقدر تلتزم بالسكرام بيقولوا بالنص لان هم اوريدي ده معمول فور ريزن، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تعملها تبالانس شويه فبحيث ان انت برضه توبتمايز وقتك يعني. وممكن مع الوقت تلاقي نفسك مش محتاج تعمل ده يعني، اللي انت بتعمله دلوقتي والتيم لسه بيبدا مع الوقت ممكن ما تحتاجش تعمله، ان احنا خلاص بقينا كلنا فاهمين البيزنس. فلو قلت لك تعالى زود لي الاوبشن ده هنا مش سنوت بيج ديل يعني. مفهوم. تمام، ثانك يو. مهمه ممكن ما تبقاش معاك قوي بس تبقى برضو مع الناس الثانيه، كل ما الحاجه تصغر يا جماعه كل ما الكومبلكسيتي بتاعتها في الكلام ده كله بيقل، كل ما التاسك تصغر. انت بتتكلم على تاسك 3 ايام، هي بصراحه مش كبيره قوي، بس كل ما التاسك تصغر
لو وصلت ان انت الحاجه بتاخد يوم وتخلص هتلاقي ان الناس بتروتيت اسرع، هتلاقي ان انت مش محتاج شرح كتير، هتلاقي ان السبورت فيها اسهل، لان في الاخر كل ما الحاجه تصغر كل ما الكومبلكسيتي بتاعتها بتقل، كل ما انت بتعرف تمشي الفلو بتاعك بشكل احسن. فكانبان بينجح قوي لما يبقى معاك انت مكسر الستوري الصغير قوي، يعني thin vertical slice. شكرا ليك يا فندم، شكرا. تمام. نعم. طيب نيجي هنا بقى الحته دي، اعتقد ان هي ليها علاقه باللي كان احمد بيتكلم فيه، فكره ان احنا make the process policies explicit. هو انا لما اخلص هعمل ايه؟ هقعد ايدل ولا اروح راجع مع حد من زمايلي، ولا ولا اروح للبرودكت اونر يشرح لي حاجه جديده؟ اما اخلص هعمل ايه؟ دي process policy لازم تبقى واضحه للناس كلها، علشان مشاكل كتير قوي بتحصل من الناس مش عارفه المفروض تعمل ايه بعد ما تخلص، او الناس مش عارفه المفروض تعمل ايه بوجه عام. فانت تقول له هو انت ما خدتش تاسك جديده ليه؟ ما حدش اداها لي. هو انت ما رحتش ساعدت زميلك ليه؟ ما حدش قال لي. هو انت ما عرفش ان هو عنده مشكله. هو انت ما عملتش مش عارف ايه ليه؟ يعني طب هو انا اعرف انا المفروض اعمل كده؟ فبلاش نحط assumptions، بلاش نexpect ان الناس حاجه من غير ما نقول لهم عليها. محتاجين زي ما قعدنا وعملنا visualizing للwork flow، البروسيس بوليسيز بتاعتنا دي تبقى واضحه للناس ومكتوبه في مكان ما. طيب عملنا process policies وبعدين قعدنا ممكن نغيرها، تمام؟ برضو يبقى التغيير واضح. يا جماعة احنا اتفقنا في الاول ان انت لما تخلص تروح للبرودكت اونر عشان يشرح لك حاجة، بس انت دلوقتي لما لقينا ان احنا ده بيخلي الناس ما عندهاش نوليدج على اللي هي بتعمله، مش عارفين يسابورت بعض، فانت الاحسن ان انت لما تخلص اسأل الناس على حد محتاج سابورت في حاجة منك عشان تمشي التاسك، وبعدين ارجع تاني ترجعوا كلكم تسألوا برودكت اونر. دي بروسيس بوليسي اتغيرت، برضو محتاجة تبقى اكسبليسيت عشان الفلو يمشي صح. وزي ما اتفقنا احنا بنمبروف كولابوراتيفلي، احنا بنقعد نشتغل وابدأ بالبيزك، start with what you do now، وبعدين هتبدأ تطلع لك مشاكل، ابدأ بقى حل مشكلة مشكلة، ميجر وشوف scientific method ان انت بتمجر وتشوف حل وتمجر الحل وهكذا. ومثلا لو اخذنا المثال اللي كان احمد بيتكلم عليه، هو عنده اكتر من حل، فبدل ما نبدا ان احنا اوفر انجينير حياتنا من الاول، خلينا نشوف احنا ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا ونبدا ان احنا نشوف لها حلول. والمشاكل اللي ممكن تقابل تيم تاني في امريكا انا ماليش دعوه بيها، يعني دي مشكله ساعات الناس بتبقى عايز تبدا باحسن بروسيس ممكنه. لا، ما خلي بالك، بص انت ما تبداش بروسيس معقده، بالعكس انت ما تبدا ببروسيس بسيطه جدا، هتلاقي نفسك مع الوقت عملت بروسيس بسيطه على قدك. لو بدات ببروسيس معقده التغيير فيها هيبقى صعب، تمام؟ فهنا احنا عايزين نتكلم عنها. طب انا هميجر ازاي؟ انا ماشي صح ماشي غلط؟ هيمبروف ازاي؟ هشوف. انا طبعا في مشاكل بتبقى واضحه وتتحل، يعني لو حد تلاقيه هو غرقان وعنده باتل نيك والتاسكات كلها واقفه عنده، فلما دي تتفك هتتحل، هتبان، يعني مش مشكله. انما في حاجه تانية اللي محتاجين نشوف هنميجر احنا هنمبروف ازاي، تمام؟ في كانبان زي ما كنت بقول احنا بنقيس حاجات كتير، بس ممكن انت تبدا بس بفكره حاجه اسمها ليد تايم وسايكل تايم، تمام؟ الليد تايم اللي هي من اول ما بدات تدخل التو دو او دخلت الباك لوج لحد بقت دون، من اول ما قلنا عايزين نعمل سيرش لحد ما السيرش ده نزل في الاب ستور وبقى دون خلاص الناس قادره تستخدمه، تمام؟ بالبروسيس بقى بتاعت ده احنا whatever لو هنحضرها من قبل كده، ده من وسط البروسيس بتاعتنا اليو اكس والكلام ده كله، او مجرد ان انا عايز اشوف هو انا اخدت قد ايه من اول ما التاسك دي قلنا عايزين نعملها اتحطت لي في الباك لوج لحد ما خلصتها. وهشوف كمان في فرق لحد ما بدات فيها. طب انا ممكن اكون بخلص بسرعه بس اللي بيتحط لي كتير قوي، فالحاجه مش بتعطل عندي جوه البروسيس، انا من اول ما ببدا فيها لحد ما بخلصها في اسبوع، بس هي اصلا قاعده 3 اسابيع ما بداتش فيها عشان انا محتاج كاباسيتي او انا عندي مشكله في الحته دي. طب ايه بقى اللي بيقيس البروسيس بتاعتي من جوه؟ هي السايكل تايم، من اول ما قلت ان هي ان بروجريس، من اول ما اخدت التاسك دي قلت يلا هشتغل عليها لحد ما طلعت دان او طلعت برودكشن او يعني حققت منها الفاليو. فدول تو ميجرز مهمين. انا البروسيس بتاعتي انترنال عامله ازاي؟ هل هي افيشنت ولا لا؟ انا باخد قد ايه من اول ما ابدا بروجريس لحد ما تبقى دان؟ باخد اسبوع. طب من اول ما الحاجه تتحط لي في الباك لوج لحد ما تبقى دان تاخد شهر؟ ايه ده؟ يعني انا عندي 3 اسابيع التاسك ما حدش بيشتغل عليها وهي بس لما تشتغل تاخد اسبوع؟ معنى كده ان انا هاوبتمايز ان انا يا اما اقلل فلو يا اما ان انا ابدا ازود مثلا كاباسيتي او ابدا اشوف
ازاي اوبتمايز، ولا انا اصلا عندي سايكل تايم ان انا لما باخد الحاجه ان بروجرس بتقعد تلعبك عندي جوه وبتقف في الفلو انا مش عارفه بتقف فين. فدول تو ميجرمنتس بس ابدا بيهم كده هيدوك انديكيشن جامد قوي عن احنا ال 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 يعني كانبان سيستم بتاعنا ماشي ازاي. تمام، الدايجرام ده اللي هو كوميوليتيف فلو دايجرام، انت بس بتحط عدد التاسكات اللي في كل ستيت، وكل ما واحده تنقل يبقى اتحطت عندك in a time يعني في 1/10/2018 انا عندي 5 تاسكات done، وانا بحاول اشوف يعني بالبتاع 10 مثلا in progress وعندي 14 ready to start، هبدا اشتغل شويه وحاجات هتتنقل للدن وحاجات جديده هتدخل لي وهكذا. فهاجي مثلا 8/10/2018 هيبقى عندي 15 تاسك done وعندي 18 in progress و20 ready to start وهكذا. تمام.